وعندك نوع تاني اسمه سيراسيل. السيراسيل ده من شركه ميتا بايوميد. انا الصراحه من الناس اللي بتفضل تستخدم السيراسيل عشان كذا حاجه، هو بيديني كل الاوبشنز اللي انا عايزها اللي موجوده في اي بايو سيراميك سيلر خلاص، وفي نفس الوقت هو فيري ايكونوميك وعنده فلابيتي عاليه جدا جدا جدا. يبقى هو عنده نفس الحاجات او نفس الكاركترستكس او نفس الادفانتج بتاعت موست اوف ذا بايو سيراميك سيلرز، اللي هي جود بايو كومباتيبلتي، جود اديشن للدنتين، بيمسك مع الووتر، واتفقنا اوريدي اصلا كده كده بايو سيراميك سيلرز كلها بتحب المويستر عشان هي هيدروفيليك ماتيريال. جود فلويبيليتي، ودي حاجه مميزه جدا 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 في السيراسيل، عنده هاي فلويبيليتي، ريدي اوبيك، انتي بكتيريال ماتيريال، ما بيحصلوش شرينكج او اكسبانشن بعد ما بيحصل له سيتنج دكاتره، وما بيحصلوش ان هو ما بيدوبش في الميه، ما عندوش نو سولوبيليتي ان ووتر. نتكلم على التكنيك ازاي ان انا بحط البايو سيراميك سيلرز، او نتكلم عن التكنيك نفسه ان انا ازاي هاو تو دو سينكرونايزد هيدروليك كوندنسيشن تكنيك ايه يوزنج بايو سيراميك سيلر. اول حاجه بيعملها الدكاتره ان انا احنا اتفقنا ان هو بيجي لك في السيلنج خلاص وتبقى اوريدي بري ميكسد، فبتجيب التيب اللي طالعه دي، بحقن البايو سيراميك سيلر بتاعتي، بيبقى طالع كانه فلويد جوه الكورونال ثيرد، بحقنه جوه الكورونال ثيرد اونلي، ما بحطوش جوه الكنال كلها. بعد كده بجيب الماستر كون جتافيركا دكاتره، بحطه اب تو ذا وركينج لانس، وبعد كده بجيب السيستم بي واحرق الجتافيركا على مين، على الاورفيس ليفل، اعمل سيلينج اوف للجتافيركا على الاورفيس ليفل، وكده انا خلصت مين، خلصت الاوبتريشن بتاعي. ما بياخدش اكتر من 10 ثواني في كل كانال، ده نمبر 1. نمبر 2، قبل ما نكمل التكنيك دكاتره عايز اقول لكم على حاجه، البايو سيراميك سيلرز تعتبر ايه؟ تعتبر روت كانال فيلينج ماتيريال، مش روت كانال سيلر. يعني انا اقدر ان انا اوريدي املى الكنال كلها من اولها لاخرها بالبايو سيراميك سيلر واكون خلصت اوبتيريشن من غير ما احط جتافيركا اصلا. ولكن ايه المشكله؟ المشكله اتفقنا ان هو بيزيكلي هو مين، هو زيه زي الام تي اي، فلا قدر الله لو الكيس هنا حصل لها فيلير محتاج ان انا اعمل ري تريتمنت، ات ويل بي فيري ديفيكلت ان انا اعمل ايه بينتريشن للبايو سيراميك سيلر ده اللي حصل له سيتنج اوريدي وبقى ناشف زيه زي الام تي اي عشان اعرف اعمل ري تريتمنت. فالجتافيركا هنا الدكاتره بتاكت از تو ثينجز، نمبر 1 از ا كوندنسر للسيلر بتاعي ان هو ينزل لي من اول الاورفيس لحد هنا زي ما هنشوف في الفيديو اللي جاي، وفي نفس الوقت هي بتاكت از ا باث واي فور ريتريتمنت ان كيس اوف فيلير. يعني لو فرض ان انا هعمل ريتريتمنت بعد كده فهي بتبقى كانها بتاكت از ا باث واي لمين، للفايلز بتاعتي عشان اقدر ان انا اعمل بينتريشن لمين، للبايو سيراميك سيلر. ناخد بالنا من حاجه يا دكاتره، ان بعد ما هتعمل بينتريشن للجتافيركا وتشيلها عشان انت بتعمل ريتريتمنت، هيقول لي طب ما انت ما نفس المنطقه يا دكتور، احنا هنا اوريدي عندنا بايو سيراميك سيلر موجود. يس، بس البايو سيراميك سيلر ات كان بي ايزلي براشد اوت. يعني ايه؟ يعني لو هو انت عديت الجتافيركا شلتها كلها وبقى عندك على الوولز حواليك عندك بايو سيراميك سيلر، ات كان بي ايزلي براشد اوت، فيطلع عندك كانه ايه فليكس كده، وطالع عندك كانه قشره صغيره. لكن it can be difficult to be penetrated، انك انت عشان تعمل له penetration من الاول صعب جدا. زي بالظبط كده لما بتشوف حد مثلا واقف على الاسفلت، العمال بتوع الاسفلت دول، وماسك الديجر اللي هو بيحفر في الاسفلت ده خلاص، وعاوز ان هو يعمل خرم واحد بس في الاسفلت عشان يقدر يشيل بقيه الايه الاسفلت ده، وهو بيعمل digging it will be very difficult ان هو يعمل digging او يعمل penetration عشان او to gain بس point ان هو يعمل لها penetration. وهو ده هيبقى الايه نفس الكونسبت بتاعنا هنا في الري تريتمنت. نبص هنا مع بعض كده، هنا انا بحط الماستر كون بتاعي يا دكاتره، اتاكدت ان هو واصل للوركينج لانث، واتاكدت ان انا عندي تاك باك كويس اوكي، واوريدي عندي ايبيكال ستوب كويسه، اتاكدت عن طريق الماستر ايبيكال فايل بتاعي، جبت السيراسيل بايو سيراميك سيلر، وابتدي اعمل له انجكشن زي ما اتفقنا في الكورونال ثيرد اونلي، اونلي ان ذا كورونال ثيرد. مفيش اي سيلر وصل عندي في الايبيكال هاف خالص. وانس ان انا حطيت الماستر كون بتاعي up to the working length، هتلاقي ان الماستر كون بيأكت as condenser، هيزق لي السيلر laterally and vertically، واديك شفت اهو طلع عندك حتى سيلر puff. بعد كده هعمل ايه يا دكاتره؟ هعمل searing off او هقطع او احرق الجتافيركا على مين؟ على الاورفيس ليفل. اجيب بعد كده البلاجر بتاعي
واعمل كومباكشن لمين؟ كومباكشن للجاتا بيركا على الاورفيس ليفل. وكده انا خلصت. طبعا حد هيسال يقول طب يا دكتور معلش، طب السيلر اللي طلع ده هل ده هارمفول للبيشنت؟ لا، احنا اتفقنا ان هي اوريدي ايه، هايلي باي كومباتبل ماتيريال، واوريدي بسبب ان الفلويبيليتي بتاعه البايو سيراميك سيلرز عاليه جدا 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 اكتر من الريزن سيلر، فاكوردنج للليتريتشر وكل الريسيرش اللي اتعمل ان الانسيدنس بتاعه الابيكال اكستروجن اوف بايو سيراميك سيلر از ماتش مور ذان ذا ريزن سيلر، يعني احتماليه ان يعدي منك البريفيكال اريا هي اعلى بكتير من مين، من الريزن سيلر. ده نمبر 1. نمبر 2 هو هايلي باي كومباتبل ماتيريال، فاحنا مش قلقانين خالص. اوكي، هقول لك على كلينيكال تيب كده. الصراحه خلي بالك كده انك انت احيانا سام تايمز تاخد ماستر كون من البوكس بتاعك لان هو مش واصل لوركينج لانث، فتاخد ماستر كون تاني يا دكاتره لان هو واصل لوركينج لانث. فلما تلاقي ان انت عندك الماستر كون بتاعك ما وصلش، لا جرب ماستر كون تاني، مش لازم ان انت تعدل في الشيبنج ستيب بتاعتك. ما وصلش working land. ودول كانوا 2 ماستر كونز يا دكاتره متاخدين من نفس البوكس من نفس في نفس الوقت. اوكي، فهنا عايز اقول لك ان الماستر كون ديسكريبنسي دي ممكن تحصل معاك عادي جدا، لان انت الستاندرزيشن بتاع الجاتا بيركا مش مطالب ان انت كل ما تاخد جاتا بيركا تلاقيها هي نفس الايه السايز بتاع الجاتا بيركا اللي قبليها حتى لو كانوا جايين لك من نفس البوكس، ودي بنسميها ماستر كون ديسكريبنسي. التكنيك اللي احنا بنعمله يا دكاتره في الاوبتيريشن دلوقتي اسمه نان سيلر كوتد جاتا بيركا تكنيك، يعني انت اوريدي ما حطيتش اي سيلر على مين، على الجاتا بيركا. خلينا نشوف مع بعض التكنيك تاني. اهم حاجه اوريدي يبقى السيرنج بتاعتك ما فيهاش اي هواء عشان لما تحقن يبقى السيلر بس اللي بيخش جوه الكنال. ماستر كون اوف ذا وركينج لانث، سيلر باف عادي جدا. وهنا ما كانش عندي اي سيلر يا دكاتره على مين، على الماستر كون، عشان كده بنسميه نان سيلر كوتد جاتا بيركا تكنيك. قلت لكم انا بحب السيراسيل الصراحه اللي هو من شركه بيتا بايماد عشان خاطر الفلويبيليتي بتاعته. اوكي، هنا انا جبت الصراحه كان عندي كنال اهي بلوك، اوكي، ورحت عامل هنا انتنشنال لاترال كنال زي ما انتم شايفين. خلينا نبص كده مع بعض. هنعمل الماستر كون فيت بتاعنا. ابتدي احط البايو سيراميك سيلر. شايفين اوريدي بسبب الفلويبيليتي بتاعته هو دخل في اللاترال كنال من غير اي كوندنسيشن اصلا. اجيب الماستر كون بتاعي وابتدي اعمل اوبتيريشن. ماستر كون اب تو ذا وركينج لينث. وادي اللاترال كنال اوريدي فيلد بمين؟ بالبايو سيراميك سيلر. ونفس الكلام هحرق الجاتا بيركا واعمل كومباكشن. طب لو حبيت ان انا اعمل كواليتي تشيك كده يا دكاتره، ده كان البلوك اللي احنا عملنا له اوبتيريشن دلوقتي، خلينا ان احنا نشوف هل السيلر وصل فعلا لحد الاخر ولا لا.
عند الابيكال فورامين وعند اللاترال كانال. خلينا نبص على some of the clinical cases كده اللي انا كنت مستخدم فيها البايوسيراميك سيلر. نبص كده، هنا كان عندي lower molar، اوكي، ابتديت اعمل انجكشن للبايوسيراميك سيلر بتاعي يا دكاتره السيراسيل. فين؟ كان عندي two distal canals كانوا joined together في الديستو باكال كانال، عملت انجكشن هتلاقوه طالع حتى من مين؟ من فين؟ من الايه؟ ديستو لينجوال كانال. وده بسبب الفلويبيتي بتاعت مين يا دكاتره؟ بتاعت السيلر. اوكي؟ طبعا انت لو عندك ان التو كانالز غير ان هما جوين، لو عندك ان في ما بينهم اي لوب او اي اذماي او اي فينز او اي كونكشنز ما بين التو كانالز دول، كلها هتتملي بمين يا دكاتره؟ هتتملي بالبايوسيراميك سيلر. ودي ميزه البايوسيراميك سيلر، الفلويبيتي بتاعته انها تقدر تخش جوه الايه؟ اللاترال اكسسري كانالز والفينز وكل الاكسسوارز اللي موجوده جوه الروت كانال سيستم بتاعي. هنا كان عندي لور ليفت 7 يا دكاتره. اللور ليفت 7 ده يا دكاتره انا كان عندي فيه ميدل ميزيال كانال، عملت انجكشن للبايوسيراميك سيلر بتاعي، هتلاقي ان هو البايوسيراميك سيلر طلع لي فين؟ طلع لي في الميزيو باكل وفي الميدل ميزيال. شايفين هنا حتى انا بسميها بايوسيراميك سيلر بومب الصراحه، لان هو ملا كل الايه؟ ملا كل الميزيال كانالز اللي عندي، سواء ميزيو باكل، ميزيو لينجوال او ميدل ميزيال كانال. اوكي؟ هنا في الكيس دي يا دكاتره انا كان عندي كونفلوينس ما بين الام بي 1 والام بي 2 في ابر فيرست مولر، يعني انا كان عندي ان الميزيو باكل كانال عامله جويننج مع الايه؟ مع الام بي 2 كانال، وهنا كنت حاطط الماستر كون في الايه؟ في الام بي 2، وحتى هتلاقوه شايفينه اندر مايكروسكوبيك ايمج ان هو ايه؟ باين عندك الماستر كون واصل لحد فين؟ باين عندك من الميزيو باكل اورفيس. هنا انا كنت بعمل بس اوبتيوريشن يا دكاتره بالبايوسيراميك سيلر، وحطيت البايوسيراميك سيلر بتاعي فين؟ في ام بي 2 كانال، هتلاقوا ان هو طلع لك من الميزيو باكل كانال. طيب في تكنيك تاني يا دكاتره بيديك نفس الايه؟ سيم ريزلتس، بس احيانا اللي بيستخدموه اكتر بيبقوا الناس اللي هم ما عندهمش اكسبيرينس قوي مع البايوسيراميك سيلر. ليه؟ لان يعني بيقول لك احيانا سام تايمز هو بيعمل انجكشن جوه الروت كانال ممكن يفضل يعمل انجكشن جامد جدا، سبيشالي لو التيب بتاعه البايوسيراميك سيلر سيرنج كانت لوكد جوه. ودي اهم نقطه لازم ناخد بالنا منها، ان انت لازم تكون التيب فري جوه الروت كانال، عشان وانت بتعمل انجكشن بتكون بتطلع لبره، وانت بتعمل انجكشن بتكون بتطلع لبره. لان هي لو كانت لوكد وعملت انجكشن الفلويبيتي هتلاقي نفسك ان انت البايوسيراميك سيلر هيعدي منك من الابيكال فورامين وكانك بتعمل اوبتيوريشن للابيكال اريا. في تكنيك تاني ان احنا احيانا بنحط شويه سيلر صغيرين جوه الروت كانال، وبعد كده بغرق الماستر كونجا تبركه بتاعتي بالبايوسيراميك سيلر عشان ايه؟ اوفر، وفي نفس الوقت ان انا افويد ان يبقى عندي ابيكال اكسلوجن جامد جدا. انا الصراحه اي دونت بريفير التكنيك ده، انا اي بريفير ان انا استخدم التكنيك التاني اللي هو النان سيلر كوتد جاتا بيرك. ده السيلر كوتد انا ما بحبوش. اتس ذا سيم تكنيك يا دكاتره، مجرد بس ان انا حطيت شويه سيلر بس جوه الروت كانال اقل من العادي، وفي نفس الوقت عوضت ان انا حطيت سيلر على مين؟ على الماستر كونجا تبرك. هعمل داون باكينج عادي جدا. وهعمل جاتابيركا كومباكشن. ايه الكلينيكال سيتويشنز يا دكاتره ممكن استخدم فيها سينكرونايزد هيدروليك كوندنسيشن تكنيك؟ طبعا لو انت عندك سيفيلي كيرفد روت كانال او روت كانال روت او روت كانال، اوكي، لو انت عندك دبل كيرفيتشر روت او دبل كيرفيتشر روت كانال، لو عندك ديفيكالت اكسسبيلتي تيز ابر 7 او لور 7 ابر 8 او لور 8 خلاص، لو عندك ليميتد ماوث اوبننج، لو عندك فيري لونج كانال، لو كان عندك فيري سمول ستريب بيرفوريشن، او لو انت عندك لاست 2 ملم ترانسبورتيشنز خلاص، او لو عندك كونفلوينت او سي شيبد كانالز. دي معظم السيتويشنز ممكن تستخدم فيها مين؟ السينكرونايزد هيدروليك كوندنسيشن، ويبقى مفيد جدا بالنسبه لك. اوكي، خلينا نبص مع بعض. هنا كان عندي ميدل ميزيال كانال خلاص، ادي ميزيو باكل وميدل ميزيال وايه والميزيو لينجوال، وبتتعمل بايوسيراميك سيلر انجكشن يا دكاتره فلور 7. طيب
هنا الدكاتره كان عندي عادي جدا lower right first molar، واستخدمت البايوسيراميك سيلر انجكشن وحطيت الماستر كونجا تبركه بتاعتي. شايفين الدكاتره كان حصل لها فيلنج ازاي هنا الدكاتره؟ سو بيوتيفلي فيلد. اوكي ده كان upper right third molar يا دكاتره upper 8. وطبعا شايفين هنا ان حصل ابيكال اكستروجن لليمين للبايوسيراميك سيلر، بس انا مش قلقان زي ما اتفقنا ان هو ايه هايلي بايو كومباتبل ماتيريال خلاص. وكان عندي هنا الابر 8 الدكاتره، هذه الام بي 2 كمان كمان كانت موجوده. فان انا استخدم اي تكنيك تاني في الاوبتريشن هيبقى الموضوع صعب جدا عليا. اوكي كان عندي سي شيب لور ليفت سكند مولر يا دكاتره زي ما انتم شايفين خلاص. كل السبيسز اللي ما بين الروت كان عندي يا دكاتره حصل لها فيلنج زي ما انتم شايفين هنا بالبايوسيراميك سيلر. كل السبيسز اللي بتوين الايه الثري روت كانالز حصل لها فيلنج. اوكي طيب هنا كنت بعمل ريتريتمنت للور ليفت فيرست مولر يا دكاتره. بعد ما عملت الريتريتمنت ادي انا شلت الجاتابريكا الموجوده، ادي الماستر كون بتاعي. بعد ما عملت ريتريتمنت كان عندي ايه لاترال كانال فيلد بالايه بالبايوسيراميك سيلر. كان عندي 3 روتس في ابر ليفت فيرست مولر بري مولر، وبنسميها حتى مولارايزد ابر ليفت فيرست بري مولر. مولارايز ليه؟ لان هو شبه المولر عنده 3 روتس. ادي الابر 4 ده دكاتره كان عنده 3 روتس اس شيبد خلاص، ودبل كيرفيتشرز في الباكر روتس وفيري لونج مين باليتال روت. عملنا لهم اوبتريشن بالسنجل كون تكنيك مع البايوسيراميك سيلر خلاص. طب ليه ما بستخدموش مع الريزن سيلر يا دكاتره؟ عمري ما هستخدمه مع الريزن سيلر، لان الريزن سيلر بيحصل له ديستريوشن بيدوب. يبقى واحنا اتفقنا ان البايوسيراميك سيلر مش بيدوب يا دكاتره، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. اس شيب كان عالي يا دكاتره في لور ليفت سكند مولر، وعملت اوبتريشن عادي جدا. لور رايت ثيرد مولر يا دكاتره شايفين هنا الكيرفيتشر بتاع الروتس، وفي نفس الوقت اوريدي الانجيوليشن بتاعت اللي هو ايه المولر نفسه اللور رايت 8 خلاص، وعملت اوبريشن يا دكاتره. هنا يا دكاتره في الابر ليفت لاترال انسايزر ده الصراحه هي الكيس دي كانت معمول لها ريفيرال من حد بيقول لي يعني انا عملت شويه شيبنج وحطيت لك كالسيوم هيدروكسيد وعملت لك ريفيرال ليها. فمره ما دخل الفايل بتاعي لقيت اوريدي واضح ان هو يا اما عامل ترانسبورتيشن او بيرفوريشن هنا والمين باث واي اوف ذا كانال اهو. فكان صعب جدا بالنسبه لي ان انا تو ريجين الباث واي اوف ذا كانال، فاعتمدت ان انا عملت ديس انفكشن كويس جدا جدا جدا، اكتيفيشن اوف اريجيشن كويس، واعتمدت على الفلوابيتي بتاعت البايوسيراميك سيلر ان هو اللي يعمل لي ايه يا دكاتره؟ ان هو يقدر يخش في اللاترال كانال بتاعتي، مش في اللاترال كانال بقى في المين باث واي اوف ذا كانال، واعتبرت ان دي كانال ثانيه، وكان المين باث واي بقى يعتبر اكسسوري كانال او لاترال كانال. عملت لها ديس انفكشن كويس وعملت لها اوبتريشن بمين؟ بالبايوسيراميك سيلر. اوكي يا دكاتره وادي البوست اوكتيف اكس راي. هنا كان عندي اللور رايت فيرست مولر يا دكاتره، كان عندي بروكن فايل، شلت البروكن فايل يا دكاتره، وكان عندي ميدل ديستال كانال زي ما انتم شايفين، وادي 3 ديستال كانالز اهو، سواء الديستو باكل او الديستو لينجوال او الميدل ديستال كانال، عملت ليهم اوبتريشن يوزنج ايه؟ بايوسيراميك سيلر اند سنجل كون تكنيك. اس شيبد ابر ليفت فيرست بري مولر، ادي دبل كيرفيتشرز واس شيبد يا دكاتره حتى انا مسميه دانسينج بري مولر، وعملت له اوبتريشن عادي جدا. نفس الكلام هنا لور رايت سكند بري مولر اس شيبد روتس يا دكاتره، عملت لها اوبتريشن بالسنجل كون تكنيك. طبعا التكنيك ده بيسهل عليك حاجات كتير جدا جدا جدا، لكن انت لو جيت تشوف التكنيك اللي بعد كده هنتكلم عليه كونتينوس ويف اوف كومباكشن هيبقى صعب جدا في الدبل كيرفيتشرز دي انك انت تعرف تعمل اوبتريشن يوزنج كونتينوس ويف اوف كومباكشن تكنيك، وهقول لك ليه لما نيجي نروح للحته اللي جايه.